طبعا. جاهز لأقر وأعترف؟ يلا بينا. أقر وأعترف مع اللي منورنا النهارده كابتن أيمن أشرف. أيمن أشرف، تقر وتعترف إنه أحد أسباب أزمتك مع كولر هو استخدام أخوك للسوشيال ميديا في مهاجمته؟ لا يعني ما مش ده مش ده الأسباب خالص. هو كان من وجهة نظره إن في حاجات أسباب فنية يعني أسباب كمدرب. فنية. ولما أنت سافرت؟ ولما أنا سافرت كانت هي من الأزمة. بعد كده هو بدأ يعاند يعني، نعم، وياخد موقف. لكن خرجت من الأهلي، سلمتوا على بعض بشكل كويس و يعني هم سلمنا على بعض جدا يعني، ان انا في الاخر هو مدرب النادي الاهلي وانا بحترم يعني. انا بعد كل ده هاجي نعم. في اخر اليوم مش هينفع. وما سلمش عليه. تقر وتعترف ان رحيلك من الاهلي كان نتيجه طبيعيه لتراجع مستواك وعدم قدرتك على اقناع المدير الفني بقدراتك؟ لا خالص، لا انا ما لعبتش طول السنه. يعني ممكن تتقال في حاله ان انا لو لعبت نعم ما قدمتش حاجه فمستواي ما كانش كويس، لكن انا ما خدتش اصلا يعني. نعم. تقر وتعترف ان موسيماني هو المدرب الوحيد اللي اقتنع بيك ومنحك الفرصه خلال مسيرتك مع الاهلي؟ لا، في مدربين كتير يعني، فايلر ولازارتي وكابتن حسام بدري وحتى كارتيرون يعني. كارتيرون كمان. كانت يعني فترة كويسة مع كل كارتيرون. المدربين دي انا لعبت معاهم، لعبت معاهم وكان ليا دور كويس جدا معاهم يعني. الوحيد اللي ما لعبتش معاه كان مارسيل كولر. كولر. تقر وتعترف انك وافقت ان انت تلعب كمدافع لانك ما قدرتش على علي معلول في مركز الباك ليفت؟ لا يعني، بس هي الفكره ان انا وقتها لعبت مساك. انا كنت جاي باك ليفت ومساك. بس ده كان بيني وبين كابتن حسام. ايوه، يعني انت جاي باك ليفت، هو قايل لك كده. بس انت جاي معايا هتلعب مساك. والله كان متفق معاك من بدري على كده. فلما بدات العب جوه كان في اصابات كتيره في 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 المساكين. فبدات العب فخلاص يعني، بقيت يعني بقى بالنسبه لي المركز. برضه مع علي معلول كان جامد قوي برضه، طبعا وما طبعا زال جامد طبعا يعني. طبعا يعني علي من اللعيبه وتاريخ كبير في النادي الاهلي يعني. صحيح، علي ما تقدرش لازم توفي حقه وتقول عليه من هنا للسنه بتحب الجايه علي كلام. معلول يا. طبعا طبعا لعيب كبير واخ وصديق يعني، لعيب كبير وشخصيه جميله يعني. لما كنت بتنقده او بتوجهه في الملعب كان بيتقبل ولا صعب؟ يعني لا يعني علي من اللعيبه الكبار. فهو كان بيعمل معظم الشغل من غير ما اي حد يتكلم معاه يعني. لكن في مواقف طبعا لا يعني كان بيتقمص شويه. بيتقمص وقماش شويه. كان بيتقمص شويه يعني. لكن بعد الماتش بنخرج عادي يعني، جميل. بتبقى يعني بني ادم جميل هو يعني. تقر وتعترف انك لاعب متهور في الالتحامات وتسببت في طورات الاهلي ومنتخب مصر اكتر من مره في مشاكل بسبب الكلام ده؟ لا خالص، مش تهور. راموس متهور، اتطرد كتير جدا وتسبب في يعني في مشاكل في الملعب كتيره. لكن لا يعني بشوف ان انا مش متهور خالص، او مش من اللعيبه المتهوره. بيبقى في مواقف بتبان ان في تهور، لكن لا يعني بتبقى مواقف رجولي نقدر شويه. ليست تهور. لا لا نعم. تقر وتعترف انك تتحمل مسؤوليه خماسيه سان داونز في 2019؟ لا، الفرقه كلها طبعا. الفرقه كلها طبعا. ايه اللي حصل يوم خماسيه سان داونز؟ والله يا كابتن يعني الاحداث يعني قبل المباراه، احنا سافرنا يعني قعدنا يومين هناك ولعبنا ماتش. وده في يعني الدكاتره كان دايما لما رحنا بعد السنين اللي بعديها يعني كانوا بيقولوا لنا ان احنا على الاقل لازم تبقى متواجد هناك 4 5 ايام على الاقل. يعني عشان تقدر تتعود على الجو هناك وكده. طبعا يعني في تفاصيل صغيره ممكن تتسبب انك تخسر، بس الخساره بخمسه دي طبعا ما فيش اي اسباب تقول ان احنا نخسر خمسه او قيمه النادي الاهلي تخسر خمسه. في الاخر احنا كنا بعيد جدا عن بعض يعني، تحس ان في بعد، في تعب، في ماتش كان غريب صراحه. ماتش النسيان، ماتش يعني المفروض لو في حد يقول لك امحي لك ايه من الذاكره هو الماتش ده. ده ماتش نفسك يتمحي من الذاكره. يعني فعلا ماتش بالنسبه لي سيء يعني. سمعت انه حصل خلاف يومها ما بين كابتن محمد يوسف ولاسارتي، انه طلب منه انه ما يفتحش الملعب والراجل صمم نلعب بالطريقه دي.
مش عارف يعني، هو ممكن يكون حصل مشكله بس انا مش ما شفتهاش، ما حسيناش بيها. لكن هو لازارتي دخل بين الشوطين يعني عنف اللعيبه جامد جدا، وكابتن محمد يوسف نفس الكلام، لان فعلا كنا خارجين الشوط الاولاني 2-0 وكنا ممكن نبقى 5 اصلا الشوط الاولاني، يعني صن داونز ضايع كتير جدا الشوط الاولاني. بس في الاخر عنف ايه؟ عايزكوا تهاجموا؟ عنف لا يعني عنفنا ان احنا يعني الجري بتاعنا يبقى احسن من كده، ويعني احنا متخاذلين وفي تخاذل في الملعب، ولازم يبقى في جراءه شويه لقدام. احنا نزلنا الشوط الثاني اول دقيقتين تقريبا ضربه جزاء علينا، فالعامل النفسي وقع شويه، ما عرفناش نلم نفسنا يعني. بعد ما خسرنا 5 في صن داونز وكان في حاله هجوم شديده جدا جدا جدا، حسيت انه الدوري العام بقى من الصعب ان احنا نفوز بيه في الوقت ده؟ طبعا يعني كان صعب جدا، وعشان كده بقول لك كابتن شوبير ان الدوري ده من يعني اغلى تاني بطوله في حياتي. ده صحيح، يعني كانت بطوله صعبه جدا، ف يعني كان التحدي كان صعب يعني. تقر تعترف انك ممكن دلوقتي توافق على اللعب للزمالك في حاله رحيلك من البنك الاهلي؟ لا يعني ما انت عايز تحافظ على الارث اللي مع النادي الاهلي. بالظبط يعني انا بتحترم الزمالك جدا، لكن انت عندك تراث كبير مع النادي الاهلي. طبعا يعني نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره جمهور كبير، لكن انا طبعا تاريخي في النادي الاهلي احب ان انا دايما اتذكر على اسم النادي الاهلي. طيب السؤال الاخراني ده ايه؟ مركب شويه. تقر تعترف انك ممكن تحاول العوده للاهلي ولو على سبيل التكريم والاعتزال بين جدرانه بعد رحيل مارسيل كولر؟ اتمنى طبعا. نعم يعني اتمنى ده يعني، ما انا طبعا مش هطلب ده يعني. مش هتقدر تطلب ده. مش هقدر اطلب ده طبعا. نعم. لان انا عارف طبعا النادي الاهلي يعني، النادي الاهلي بيبقى اهم حاجه هو النادي والفريق. فانا ما اقدرش اطلب ده، لكن في الاخر طبعا الواحد يتمنى يعني الواحد يتمنى ان هو ينهي حياته طبعا في النادي الاهلي، وده كان من طموحاتي. نعم. ان انا اعملها قبل ما امشي. طيب. في النادي الاهلي. حلو قوي، كنت هكمل لك بقى التركيبه بتاعت السؤال. اعتزلت بره النادي الاهلي، حابب انك تبقى موجود في النادي الاهلي كادارجي كفني كاعلامي او اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي بصله؟ حابب ده؟ طبعا. يعني ده بيتي، واتشرف ان انا اكون فيه في اي وقت يعني. كلاعب كمسؤول كمدرب بعد كده. انت مخطط لايه في حياتك ان شاء الله باذن الله بعد ما تبطل الكوره بعد 5 سنين كمان؟ يعني انا كابتن انا لسه ما قررتش يعني. لسه ما قررتش ممكن اعمل ايه بعد الكوره. لكن يعني الاقرب ليا او الاقرب لقلبي شويه مدرب يعني. مدرب. ولازم تبقى مدرب على فكره، لازم. انا بنصحك مدرب. التدريب مهنه حلوه، وانت ما شاء الله فكرك في الكوره كويس، وبني ادم عندك صبر وعندك تاني وعندك احترام وعندك يعني قوه شخصيه كمان محترمه جدا، وعندك تاريخ وراك جيد، فهتبقى مدرب كويس. بس ابدا صح يعني، يا ريت تبدا تاخد دراساتك التدريبيه، تبدا من تحت صاحب التدريب. انا اتوقع انك هتبقى مدرب كويس، خاصه انه معظم المدافعين كانوا مدربين كويسين يعني. حسام البدري كان مدافع، محمد يوسف كان مدافع، ضياء السيد كان مدافع، كابتن محمد صلاح زمالك كان مدافع، وكلهم الحقيقه مدربين كويسين. طبعا الذاكره عندي ربيع ياسين كان مدافع طبعا. فمعظم المدافعين على فكره بيبقوا مدربين كويسين وحتى على المستوى العالمي يعني. فانا اتمنى لك تبقى مدرب كويس يا رب ان شاء الله يعني. اتمنى ان انا يعني اخد التجربه بعد تجربه لعيب الكوره، لكن انا ان شاء الله يعني لسه قدامي شويه فتره كويسه. بس خد دراسات وانت بتلعب. ما انا يعني بفكر اعمل ده الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. اعمل ده باذن الله.